هنا من عروض الدجاج المجمد اللي هو رضوى اللي هو الألف، نازل من 20.5 ل 18 ريال، اللي هو الألف رضوى نازل 18 ريال بدلا من 20.5. الكرتون برضو شركة رضوى عامل على الكرتون اللي هو الألف، برضو الكرتون فيه 10 نازل 150 بدلا من 199 ريال، ده سعره قبل العرض اهو 199، سعره بعد العرض 150، ده اللي هو الحجم 1000 شركة رضوى. عروض الدجاج المجمد اللي هو عروض لمدة أسبوع، عروض أسبوعية من يوم 11 إلى يوم 18 إلى يوم 18 أبريل. في اللي هو دجاج دو اللي هو الواحد كيلو 100، نازل عرض الثلاث حبات ب 40 ريال بدلا من 63 ريال، أو بدلا من 62 85. هلا عروض على دجاج دول اللي هي الألف ومية، ثلاث حبات ب 40 ريال. كمان في اللي هي بريديكس اللي هو الأصفر ده، 900 جرام نازل الحبة ب 13.5 بدلا من 17.5. الكرتون اللي هو بريديكس 900 جرام نازل ب 130 بدلا من 175 ريال. كمان الحجم اللي هو 1100 بريتكس برضه نازل ب 135 بدلا من 195 ريال. الكرتون فيه 10، الكرتون طبعا فيه 10 حبات. الدجاج المجمد في شركة سادية ال1200 نازل من 21 ل 19 ريال، ال1200 نازل من 21 ل 19 ريال. في كمان اللي هو ال1400 نازل ب 21 بدلا من 22.5، اللي هو ال1400 سادية برضه شركة سادية نازل من 22 ل 21 ريال. كمان بالنسبة للكرتون في ال1200 نازل ب 180 بدلا من 200 ريال. الكرتون فيه 10 نازل عرض على ال1200 سادية ب 180 بدلا من 200 ريال. طبعا كميات كبيرة يعني موجودة من ال1200 اللي هو الكرتون. من عروض الدجاج المجمد في اللي هو سادي 1 كيلو نازل ب 18 بدلا من 19.5 الحبة الواحدة، 18 بدلا من 19.5. بالنسبة للكرتون، الكرتون اللي هو الألف نازل ب 170 بدلا من 194، الألف 170 بدلا من 194. دجاج مجمد سادية 800 جرام نازل الثلاث حبات ب 40 بدلا من 54 ريال، او 53 85 هلله، اللي هي حجمها 800 جرام. في كمان الكرتون نازل، الكرتون اللي هو ال 800 نازل 130 بدلا من 179.5، اللي هي حجمها 800 جرام. برضو عروض الكرتون على دجاج سادية اللي هي 800 جرام. عروض هنا مكتوب عليها احفظها ووفر، ومكتوب طبعا عليها عروض قوية جدا نازلة يعني نصف السعر، او نازلة عروض نصف السعر اهو زي ما هو كاتبين لك كده. يعني مثلا في صدور الدجاج اللي هي صدور دجاج متبلة امريكان، دي نازلة بكام؟ نازلة ب 18 ريال 58 98 هللة، يعني نازلة 19 ريال بدلا من 38 ريال، نازلة نصف السعر. صدور دجاج متبلة اللي هي أمريكان 450 جرام نازلة نصف السعر. في برضه اللي هو داري 1100 نازلة ب 10 ريال 75 هللة، دي الحبة الكاملة من الدجاج 10 وربع بدلا من كام؟ 10 وربع بدلا من 20.5 بدلا من 20.5، اللي هي داري 1100 نازله ب 10.75 هرله بدلا من 20.5.
دي عروض مكتوب عليها لا تفوتها واحفظها ووفر، هتلاقي يعني الصلاحية فيها قريبة. يعني احنا لما شوفنا دي بتخلص في شهر 5، في مثلا فيها شهر وشوية او حوالي يعني شهر وشوية، نشوف مثلا نحاول نشوف التاريخ كده، 9/5/2023، 9/5/2023، عشان كده هم عاملين عليها العروض دي اللي هي احفظها ووفر، تكون عروض قوية جدا عشان ان هي قريبة في انتهاء الصلاحية. تلاقوا منتجات كتيرة نفس العروض دي كده، عروض نصف السعر، عروض قوية جدا ولكن صلاحيتها قربت تنتهي. وفي من عروض احفظها ووفر او عروض نصف السعر، عروض على دجاج مجمد اللي هو دو على الكرتون نازل ب 119.75 هلله، اللي هي 1400 والكرتونه فيها 10، 1400 والكرتونه فيها 10، برضو دي عشان خاطر الصلاحيه بتاعتها قربت تخلص. دي بتخلص الصلاحيه بتاعتها 13/5، يعني بعد شهر بالظبط بتخلص الصلاحيه بتاعتها، عشان كده هم عاملين عليها عرض قوي جدا، عروض نصف السعر لا تفوتها. هتلاقي مكتوبه كده باللون البرتقالي ده على منتجات كتيره نازله هنا، دي برضو من الحاجات اللي هي نازله في الدجاج المجمد. صدور الدجاج، عروض صدور الدجاج من يوم 11 إلى يوم 18، عرض الأسبوعي في بندا على صدور الدجاج في داري اللي هو 1 كيلو، نازل من 29 إلى 22 ريال. صدور داري اللي هي واحد كيلو، نازل 21.95 هلله بدلا من 28.95 هلله. في هنا عرض على صدور دجاج اللي هي بندا 1 كيلو، نازل عليها عرض من 32 إلى 20 ريال. صدور دجاج بندا كمان في فيليه الدجاج بندا ده نازل 750 جرام من 36 إلى 30 ريال. دي بتكون قطع فيليه مجمدة غير الصدور اللي هي المجمدة، دي بتكون سعرها غالية شوية، 30 بدلا من 36، 750 جرام. في صدور الدجاج باندا المجمدة اللي هي 2 كيلو، نازلة من 60 لـ40 ريال، من 60 ريال نازلة 40 ريال، اللي هي الحجم الكبير اللي هو 2 كيلو. في برضو هنا صدور دجاج بريدكس اللي هي صدور دجاج بريدكس دي برازيلي 2.5 كيلو، نازل 45 بدلا من 59. كمان في الكبير صدور دجاج الكبير 1 كيلو، الكبير دي دايما بتكون غالية شوية، اللي هي شركة الكبير نازل عليها عرض الكيلو نازل من 43 لـ24 ريال، اللي هو الكبير. شفنا باندا وشفنا الكبير وشفنا العرض اللي هو نازل على صدور الدجاج. دجاج اللي هي سادية 450 جرام نزل عليها عرض من 17 ريال لـ14 ريال. كمان في مكعبات صدور دجاج فيليه مجمدة سادية 750 جرام نازلة من 25 لـ20 ريال، دي صدور طرية مكعبات سادية 750 جرام نازلة من 25 لـ20 ريال. برضو في هنا سادية اللي هي 2 كيلو، 2 كيلو نازل من 53 لـ37 ريال، دي العروض الأسبوعية على صدور دجاج سادية. كمان هنا في برضو صدور دجاج اللي هي رضوى، الرضوى 450 جرام نازل العلبة 450 جرام من 20 ريال نازلة 16 ريال، صدور دجاج رضوى اللي هو الحجم بتاعها 450 جرام نازلة ب16 بدلا من 20 ريال. في هنا كمان أجنحة دجاج اللي هي سادية 900 جرام نازل عليها عرض من 16 ريال لـ11 ريال، الواحدة 900 جرام، دي أجنحة مجمدة 900 جرام شركة سادية. كمان
بقى العروض اللي هي على استريبس الدجاج دو، او اللي هي شركة دو، عادي او حار نازل عليه عرض اللي هي 750 جرام دي، نازلة من 36 ل 23 ريال سواء حار او عادي. شركة دو 750 جرام استريبس الدجاج. في كمان هنا فيليه الدجاج اللي هو ايه دي، شركة امريكانا 700 جرام، نازلة من 52.5 ل 50 ريال. في كمان بند هنا ناجت الدجاج او مسحب الدجاج 750 جرام، نازل من 21 من 30 ريال ل 22، 30 نازل 22 ريال. في برضه هنا ستريبس الدجاج سادة او حار اللي هو رويال 750 جرام، نازل من 36 ل 20 ريال. رويال ستريبس الدجاج رويال 750 جرام برضه نازل 20 ريال بدلا من 36 ريال. كمان في ساديا ستريبس الدجاج ساديا او بروست الدجاج ساديا 750 جرام، نازل من 37، 750 جرام برضو من 37 نازل 28 ريال. ده اللي هو ساديا.